إذن أحبتي ننتقل وإياكم إلى المؤتمر الصحفي الخاص بنادي الميناء. نرحب بجميع الزملاء لحضورهم المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة النهائية لدوري الدرجة الأولى بين فريقي الميناء وأمانة بغداد. نرحب بالمدرب القدير مدرب فريق الميناء فريد مجيد لحضور المؤتمر الصحفي، وكذلك مهاجم الفريق مهاجم المستقبل سالم أحمد لحضور المؤتمر الصحفي. في البداية سيتحدث المدرب القدير فريد مجيد عن المباراة تحديدا. بسم الله الرحمن الرحيم، بالبداية أهلا وسهلا بكم. حقيقة ممكن بشكل عام أشكر كل الإخوان الإعلاميين على مستوى العراق، وبشكل خاص أشكر إعلاميين البصرة لطول موسم كامل أنه دعموا نادي الميناء، وهذا ناديهم حقيقة جهد كبير بذلنا. حققنا ما يعني حقيقة ما كنا مخططين له، أنه تأهل إلى الدوري الممتاز، هذا الأهم، لكن ما يعني أنه أن المباراة بالنسبة لنا أن تكون، خصوصا بعد ما الإخوان بذلوا جهد أنه تنقل بمساعدة السيد أمين بغداد ونادي بغداد أنه تنقل إلى البصرة الحبيبة، وهذا فشي طيب إن شاء الله تكون مباراة ونقدم مباراة أستاذ يوسف أنه تليق في سمعة الميناء، خصوصا أنه يكون بها طرف نادي الميناء وجمهور الميناء. نشكر مدرب فريق الميناء على هذا الحديث الموجز عن المباراة، وتقديم الشكر لإدارة أمانة بغداد لموافقتها على نقل المباراة من بغداد إلى البصرة، وهذا دليل على التعاون بين الأندية والجميع يسعى إلى أن تكون المباراة جميلة ورائعة. الآن سيتحدث مهاجم فريق الميناء ولاعب المستقبل سالم أحمد عن المباراة تحديدا. بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء السلام عليكم، شكرا للدعوة. مثل ما تعرف بدينا موسم صعب، كان طموحنا أن نرجع الدور الممتاز، والحمد لله وشكر رجعنا. مباراة مهمة، مباراة للتاريخ، أغلب اللاعبين ما عندهم إنجازات، لاعبين شباب، نطمح أن نحصل على اللقب ونكون إنجاز وبداية أن كلاعبين شباب، وإن شاء الله نطمح أنه ننافس على الدور الممتاز وعلى الكاس بالموسم المقبل. أشكر اللاعب سالم أحمد على حديثه الموجز عن المباراة. الآن سنفتح باب الأسئلة للزملاء بخصوص المباراة النهائية. أستاذ جلال، في البداية السلام عليكم. كابتن فريد، يعني خصوصا تأخير ما يقارب 28 يوم بعد المباراة الختامية للمرحلة الأولى، أغلب أو جميع المحترفين غادروا الفريق، راح تخوض المباراة باللاعبين المحليين والبركة بيهم إن شاء الله. يعني شلون نشوف جاهزية نادي الميناء لهذه المباراة، خصوصا والجمهور يطالبكم بالتتويج بالمباراة النهائية؟ شكرا لسؤالك. طبيعي يعني الظروف متشابهة بالنسبة لنا لفريق بغداد. أعتقد فريق بغداد عنده لاعبين يعني تسرحوا بالنسبة لفريق بغداد، وأعتقد الكل لاعبين المحترفين بالنسبة لفريق الميناء انه خلاص انتهت عقودهم مع نادي الميناء. البركه بالموجودين لاعبين شباب، واعتقد لاعبين عندهم الطموح دائما يحققون انجاز بالنسبه لفريق الميناء. يعني بعد الانجاز اللي حققه هو انه دائما انت تبحث مع اللاعبين لخلق توليفه ممكن سواء للمستقبل وحتى المباراه النهائيه. نعم احنا حققنا الهدف، لكن هي عده اهداف، خصوصا في رسم خطة العمل اللي موجودة بالنسبة للإدارة بعد رجوع فريق الميناء إلى الدور الممتاز. الآن الخطوة الثانية نبحث على أنه بطولة الدوري لـ 23، وأنا أعتقد مو غريب على فريق الميناء هذا استحقاق أن يعود إلى الدور الممتاز. يعني مو غريب على فريق الميناء، الأغلب أنه يقولون أنتم حققتوا إنجاز لفريق الميناء. من وجهة نظري طبعا مو من باب يعني أنه أنا أفتخر، نعم مدرب الفريق وأي مدرب، لكن إحنا هذا أنا أقول استحقاق نادي الميناء يعني يكون في وضع الطبيعي. لكن المباراة تعني لنا شيء الكثير بالنسبة لنا. أولا المباراة حتكون أمام على ملعبنا أمام جمهورنا، هذا ما نطمح إلى أن يكون
تكلم سالم بالنسبه للاعبين اغلبهم لاعبين شباب، ممكن ما لاعبين مباريات على مستوى عالي، لكن هذا راح ينطي دافع قوي جدا للاعبين اللي موجودين انه يحصلون على بطوله الدوري، وهي راح دائما تبقى هذا الانجاز في ذاكره اللاعبين او المدربين وحتى اهل البصره. ما حققناه في البصره اعتقد فشي يعني بالنسبه لنا فخر واحتزاز اللي قدمناه للبصره، وكون احنا الان انا جزء من محافظه البصره حقيقه. ما اعتقد انه كل الاخوان اللي قاعد يعني نشوفهم سواء شوارع البصره انه يحسسونا دائما احنا عندنا صراحه موقف مع هذا، وانا اعتقد هذا من واجبنا ضمن عملنا. انا شديت على اللاعبين حقيقه ان اللاعبين البركه بالموجودين، اللاعب المحترف او اللاعب اللي موجود، اللاعب المحلي، انه اللاعب المحلي ما يقل شان عن اللاعب اللي موجود، لكن هي ظروف المباراه. احنا عارفين فريق بغداد، فريق بغداد تقريبا نفس المعاناه اللي نفس لحد المباراة النهائية، وتأهل وفريق الميناء لحد المباراة النهائية اجت باستحقاق الفريقين. وانا اعتقد انه هنا يطلع معدن اللاعب الحقيقي مثل هذه المباراة، احترامات للدوري الدرجة الاولى. اليوم اذا انت مقبل على دوري ممتاز يحتاج ان تكون عندك الامكانيات والقدرة ان تلعب مثل هيك مباريات. شكرا كابتن. سؤال اخر. حياك الله كابتن فريد، شكرا لقبولكم المهمة وأيضا لعودة نادي الميناء سريعا، وهذه أيضا تبقى وأيضا تحياتنا للكابتن باسم قاسم مدرب الميناء السابق. كابتن، الجمهور اليوم يطالبكم والجمهور أدى ما عليه، وأيضا شاهدنا زحف أيضا بالحفلات إلى بغداد. اليوم الجمهور يطالبكم، ما هي رسالتك للجمهور وآخر مباراة إن شاء الله في الدوري الدرجة الأولى ثم الانطلاق إن شاء الله للممتاز؟ يعني مو من باب التبرير، لكن خاطر انه يعرف جمهور البصرة حقيقة جمهور الميناء بشكل خاص المحترم اللي له فضل كبير بتأهل الفريق وكل محافظة البصرة اللي يدعمه حقيقة. لكن احنا الهدف الرئيسي اللي حققناه انه الصعود الى الدور الممتاز، ما كان عندنا انه طموح حقيقة، انه بقدر ما كان طموحنا هو التأهل للدور الممتاز. ولا تسألني كمدرب انه ما يعني لك، طبعا يعني شيء كثير انه تبحث تكون بطل دوري، لكن الاهم هو الصعود الى الدور الممتاز. نطمن دائما جماهيرنا الان انه نعم المباراة نهائية طرب بها نادي الميناء، نحقق احنا كمدربين مثل ما انت طموحك كجمهور كلاعبين، احنا كمدربين طموحنا ان دائما انه يكون رصيد لك كمدرب. لكن انه اقول اني علينا ان نخطط للمستقبل، هذا عمل اداري، يعني العمل الفني احنا ان شاء الله نجتهد نقدم ما عندنا للاعبين، ننطي واجباتنا. اعتقد اللاعبين خلال هاي الفتره القصيره انت تعرف عملنا فالشيء انه يليق بينا كفريق الميناء، وضعنا عمل وتكتيك خاص لهذه المباراه. فريق بغداد محترم، كادر تدريبه محترم، اداره محترمه، لذلك المباراه تعني لنا شيء الكثير. لكن انه ما يطلب الجمهور، انا اقول ان شاء الله خلال هذه الاداره والعمل الجديد انه على كيفكم. انتم مثل ما شفتوا انه بالسنوات اللي مضت صار يعني اخفاق بالنسبه لنادي الميناء حقيقه، الان بدات هذه الاداره تعمل مع مجموعه وفريق عمل، والكل انا ما اقول فقط انه الاداره، اي شخص عامل بالنادي دائما العمل يكون عمل جماعي وليس فردي. ما يكون رئيس نادي اليوم يعمل وحده واني اهل فريق او مدرب وحده، مجموعه اداره كادر تدريب لاعبين الناس العاملين بالملعب الكل مكتب اعلام الكل تضافر هذه الجهود ببناء فريق للمستقبل ان شاء الله. شكرا. سؤال اخر. كابتن فريد، اول مباراه لك مدرب رئيسي للفريق، يعني بصراحه كانت المباريات السابقه تمازج افكار بينك وبين كابتن باسم، هل سنشاهد يوم غد تغيير فني بالاداء فنيا وفكريا خلال المباراه؟ فكر الكابتن فريد مجيد هل سيختلف كثيرا عن فكر الكابتن باسم قاسم، خصوصا انه مباراة نهائية ومضغوطة، يعني ضغوط جماهير ومن الطبيعي كل مدرب عنده فلسفة وكل مدرب مدرسة، لكن كابتن باسم حقيقة من المدربين استاذنا واخونا، انا كنت لاعب عنده. طبعا التغيير انت ما ممكن انه تجي تغير باسلوب اللعب او باغلب اللاعبين بفتره قصيره، ما ممكن، يعني هاي مبالغ به جدا، وخصوصا انا الفريق مثل اذا تعرفون يمكن الجمهور البصره ما يعرف انا عندي 16 لاعب يعني لحد هذه اللحظه، فما ممكن انه ابالغ انه انا على انه اريد ابرز انه بانه مدرب على مستوى عالي. نعم مدرب شاب، عمر التدريبي 6 سنوات، ان شاء الله خلال هذه الفتره مع اخوان اللاعبين اغلب اللاعبين محترمين انه على الاقل انه اخلق فالتكتيك معين لهذه المباراه، وان شاء الله انه يكون فريق الميناء مختلف. وانا اعتقد الفترات اللي مع كابتن باسم قاسم كان فريق محترم، والدليل انه حققنا ما نريده خلال هذا الموسم. شكرا.
عن سؤال آخر سجل تفضل. سؤالي الأخير الكابتن سالم، يعني هداف الدرجة الأولى، شلون نشوف جاهزيتك للمباراة النهائية؟ الجمهور ينتظر ويعول عليك كثيرا، وعدك أو رسالة أخيرة من عندك الجماهير الميناء اللي تنتظرك يوم غد إن شاء الله من المباراة النهائية. بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد هداف الفريق والدرجة الأولى مو من مجهودي أنا فقط، زملاء اللاعبين هذا ينحسب هم إنجاز لهم، لأن هم اللي ساعدونا على هذا الشيء والحمد لله والشكر. أكيد مباراة مهمة لنا، نطمح أنه نحقق اللقب ونوعد الجماهير مباراة تليق باسم الميناء. إن شاء الله اللاعبين يكونون قد المسؤولية، ولأغلبهم لاعبين شباب، يعني مباراة للإثبات إن شاء الله، وإن شاء الله تكون مباراة تليق باسم الميناء. شكراً كابتن حبيبي. سؤال آخر. نشكر مدرب فريق الميناء فريد مجيد، مدرب المستقبل ومهاجم الفريق وهداف الدوري سالم أحمد على هذا الحديث الموجز المهم عن المباراة، ونتمنى للفريقين النجاح والموفقية وإظهار مباراة جميلة وجيدة، وتكون مسك الختام لدوري شاق وطويل دوري الدرجة الأولى. شكرا لكم. إذن أحبتي كنا وإياكم مع المؤتمر الصحفي الخاص لنادي الميناء.